اسم المادة: الرقابة والضبط الداخلي بالمستشفيات، إعداد الدكتور عادل إسحاق لطلبة التعليم المفتوح. طالما اسم المادة الرقابة، يبقى أول حاجة لازم نعرفها إيه هي الرقابة الداخلية. يهمنا أوي تعريف الرقابة الداخلية. الرقابة الداخلية خطة تنظيمية جميع الطرق والمقاييس المتناسقة اللي بتتبناها المنشأة، خطة بتضعها المنشأة لنفسها. الخطة دي طبعا بتختلف من منشأة إلى أخرى حسب ظروف كل منشأة، ولكنها تتفق في الأهداف، فهي متفقة في 4 أهداف. الهدف الأولاني: حماية أصول المنشأة من السرقة والاختلاس. الهدف الثاني: فحص دقة البيانات المحاسبية وتحديد مدى إمكانية الاعتماد عليها. الهدف الثالث: النهوض بالكفاءة الإنتاجية، كفاءة المنتج أو الخدمة. الهدف الرابع: تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية والمحاسبية. الداخلية احنا لسه قايلينهم: حماية أصول المنشأة من الغش والاختلاس، توفير بيانات محاسبية. كلما كانت البيانات المحاسبية سليمة يمكن الاعتماد عليها، ده بيحقق جودة التقارير المالية. واحنا عارفين التقارير المالية اللي هي تشمل القوائم المالية: قائمة دخل، قائمة حقوق ملكية، قائمة مركز مالي، قائمة تغيرات تدفقات نقدية، وطبعا الإيضاحات المتممة. الهدف الأولاني والثاني دول أهداف محاسبية. الهدف الثالث والرابع دي أهداف إدارية: الارتقاء بكفاءة الإنتاجية والتحقق من التزام المنشأة بالقوانين والأحكام والتعليمات. ممكن يتعرض هدف خامس في الظروف اللي احنا فيها، يقول لك هدف حماية البيئة من التلوث. أنواع الرقابة الداخلية اللي عندنا بتشمل نوعين زي ما احنا قلنا: رقابة إدارية بتشتمل ليست قاصرة على الخطة التنظيمية والإجراءات والسجلات المرتبطة بعملية اتخاذ القرار، لكن هنا بتبقى رقابة على النواحي الإدارية، ودي نقطة البداية لوضع ضوابط محاسبية على العمليات اللي احنا بنتم بيها. وما تشتمل عليه هذه الرقابة: برامج تدريب عاملين، التدريب المستمر، دورات تدريبية، تعليم، خبرة، مراقبة الجودة، الأيزو. كل دي نواحي إدارية مهمة جدا، لازم الوحدة أو المنشأة أو المستشفى تحطها في الحسبان، بمعنى إن يكون في برامج تدريب للممرضات، برامج تدريب للعاملين بالمستشفى، برامج تدريب لبعض الصيادلة في الأجزخانات، مراقبة الجودة، جودة الأداء، جودة الخدمة. كل دي أمور تدل على إن في رقابة داخلية بس من الناحية الأول. طب يا ترى الرقابة إدارية بس؟ لا، في رقابة إدارية وزي ما اتفقنا رقابة إيه؟ محاسبية، تنفيذ العمليات وفقا للتراخيص العامة والمحددة، تسجيل العملية بصورة سليمة اللي هو التوجيه المحاسبي، إعداد القوائم المالية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها. لا يسمح بحيازة الأصول إلا بترخيص من الإدارة، مفيش أصول داخلة وطالعة المستشفى كده، اللي عايز يدخل يدخل واللي عايز يطلع يطلع. لا، ده في تراخيص وفي قواعد مطابقة سجلات أصول. كل العوامل ديت بتؤدي إلى أن يرتكز النظام الفعال للرقابة الداخلية على مجموعة من العناصر. يبقى عرفنا دلوقتي تعريف الرقابة الداخلية وأهداف الرقابة الداخلية. هنتكلم في عناصر الرقابة الداخلية. أول عنصر يهمني قوي في الرقابة الداخلية عنصر خطة تنظيمية. خطة تنظيمية سليمة، يعني إيه خطة تنظيمية سليمة؟ يعني إيه خطة تنظيمية سليمة؟ يجب أن تتناسب الخطة التنظيمية السليمة مع حجم المنشأة، الهيكل التنظيمي إيه؟ مين رئيس مجلس الإدارة؟ مين نائب رئيس مجلس الإدارة؟ مين مديرين الأقسام؟ كل العوامل ديت لازم تتاخد في الحسبان عشان نحط خطة تنظيمية سليمة تحقق الرقابة. كل من يراقب على نفسه سواء كانت رقابة مركزية أو رقابة لا مركزية. طبعا وجود الخطة التنظيمية المتكاملة داخل المستشفى ده بيساعد في تقسيم العمل، تحديد الاختصاصات المسؤوليات الوظيفية، ربط اختصاصات المسؤوليات بالأهداف والسياسات العامة، توفير الاستقلال التنظيمي لكل إدارة، كل قسم في المستشفى، تخطيط أنشطة المنشأة، برامجها، توصيلها، وضع إجراءات واضحة ودقيقة لنشاط الرقابة وعملها في شكل خطط محددة. طب لو عايزين ناخد حالة عملية كده بسيطة، أنت بصفتك مدير إدارة مراجعة في مستشفى وعندك 3 موظفين في قسم المراجعة الداخلية، وعندك 6 مهام: تسجيل في الحسابات الشخصية،
وحسابات العملاء، تسجيل في دفتر يومية المقبوضات، استلام النقدية المحصلة وبتحطها في البنك، ترحيل مجموع يومية المدفوعات إلى دفتر الأستاذ العام، إمساك سجلات حسابات دائنين، تسجيل بضاعة واردة في بطاقة الصنف بالمفاز. طب أنت إيه المطلوب منك؟ الثلاث أشخاص اللي عندك هتدي كل واحد عملين، ما هم 6 وظائف، هتدي كل واحد إيه؟ عملين يقوم بيهم، 2 إجراء. بس بشرط إن الإجراء اللي تديه لشخص ما يكونش الإجراءين مكملين لبعض. ما يكونش الإجراءين ممكن، يعني مثلا ما ينفعش تسجيل في يومية المقبوضات واستلام النقدية، يبقى هو اللي بيقبض ويحط في البنك ويسجل في يومية المقبوضات، ما ينفعش، لأن كده دي عملية متشابكة ممكن ينتج عنها تلاعب. لكن اديله عمليتين بعاد عن بعض، بعاد خالص عن بعض، مثلا تسجيل البضاعة الواردة في بطاقة الصنف دي مخازن مع استلام النقدية المحصلة وإيداعها بالبنك، يبقى ماسك نقدية مع بضاعة، عمليتين بعاد عن بعض خالص. فهنبص كده على سبيل المثال الإجابة، الموظف الأول هيسجل في يومية المقبوضات، دي مقبوضات، ويرحل يومية الإيه؟ المدفوعات، دي حاجة ودي حاجة. التاني يستلم النقدية ويحطها في البنك، وهيمسك حسابات الدائنين، ده الدائنين دي اللي أنا بدفع لهم، مش النقدية اللي أنا بحصلها. التالت هيمسك حسابات شخصية أستاذ مساعد العملاء، ويمسك بطاقة الصنف بالمخازن. يبقى كل واحد ماسك وظيفتين، إجراءين عمل ما بيكملوش بعض، كل واحد منفصل وبعيد عن الآخر، منعا لتفاجي أي خطأ يحصل، أي شبهة جنائية تحصل، أي تلاعب، أي حاجة فيها شك مش عايزينها، عايزين الشغل يبقى ماشي في اتجاه سليم. حالة عملية تانية، المسؤول عن إعداد كشوف الأجور يتولى صرف الأجور. إيه رأيك؟ الكلام ده يمشي ولا ما يمشيش؟ طبعا لا، ما يمشيش. ما يمشيش، يبقى مسؤول عن كشف الأجور وبيصرف الأجور. طيب المسؤول عن إثبات المدفوعات في الدفاتر هو اللي يعمل مذكرة التسوية، برضك ما ينفعش. طب المسؤول عن استلام النقدية هو اللي يقوم بتسجيلها في حسابات المدينين، باخد من العملاء فلوس يبقى هسجل في حسابات العملاء واسجل في النقدية. طب ما ممكن اخبط في الارقام، ممكن اتعمد اللخبطه في الارقام. طب امين المخزن هو اللي يجرد بضاعته، كل الكلام ده ايه؟ ما ينفعش. يبقى هنا بنقول لازم ناخد وظيفتين يا جماعه، او اجراءين عمل بعاد عن بعض، بعاد عن بعض. وده الكلام اللي احنا بنشرحه بالتفصيل في الجزء بتاع يرتكز نظام الرقابه ده على ضروره الفصل بين الواجبات والمسؤوليات. يعني وظيفه الترخيص بالعمليه، وظيفه الاحتفاظ بالاصول، وظيفه التسجيل، وظيفه المطابقه بين الاصول والسجلات، كلها وظائف بعيده عن بعض. يبقى قلنا مقومات او خصائص نظام الرقابه الداخليه، الخاصيه الاولى اللي احنا لسه مخلصينها، هيكل تنظيمي سليم. الخاصيه الثانيه اللي بنتكلم فيها نظام محاسبي سليم. يبقى هيكل تنظيمي سليم دي نمره واحد، نمره اثنين نظام محاسبي سليم ومتكامل. طبعا لازم يكون في نظام محاسبي عندنا متكامل، دورة مستندية سليمة بتحقق الرقابة بصفة عامة والرقابة الداخلية بصفة خاصة، زيادة فعاليتها في مجال تحقيق أهداف المراجعة، بتلتزم بالقوانين والتعليمات، بتكشف الانحرافات، بتكشف المخالفات. النظام ده قد يكون يدوي أو ممكن يكون من خلال نظام أوركل أو أي نظام حاسب آلي، تحطه ساب أوركل وتشتغل عليه الشركة عشان تحقق بيها دورة مستندية، دورة محاسبية، دورة سليمة لأداء العمل. عنوان الدراسة بتاعتنا الرقابة الداخلية والضبط الداخلي، فاحنا هنا هنتكلم في الضبط الداخلي والمراجعة الداخلية. من المقومات الأساسية لنجاح نظام الرقابة الداخلية وزيادة فعاليته إن يكون عندي نظام مراجعة إيه؟ داخلية وضبط داخلي. طب إيه هو الضبط الداخلي؟ مجموعة من الترتيبات أو الإجراءات الخاصة اللي يتم وضعها، بحط ترتيبات إجراءات خاصة تمنع اكتشاف الخطأ أو الغش أو الانحرافات من ناحية، وتؤدي إلى التطوير المستمر في أداء العمل من ناحية أخرى. هذه الإجراءات والترتيبات هي قواعد وأسس ضبط داخلي، قد تكون قدامك بقى من الحتة دي قواعد إدارية أو قواعد محاسبية أو قواعد إيه عامة. هنشرح
أمثلة على كل واحدة، وتتمثل تلك الترتيبات فيما يلي. اتفقنا هناخد أمثلة عن بعض الترتيبات اللي هي بتشمل مجموعة من الرقابة من خلال تقسيم الواجبات. أهمها إيه مثلا الترتيبات دي؟ مثلا هاخد رقم 3 على سبيل المثال، إجراء تغيير للواجبات والمهام الموكلة للعاملين من وقت لآخر بما لا يتعارض مع مصلحة العمل، مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة والخبرات وقدرات العاملين حتى لا يكون هذا التغيير سبب في عدم اكتشاف الأخطاء والغش. سبب يكون لا يكون هذا التغيير سبب في عدم اكتشاف الأخطاء والغش التي يكون الموظف السابق قد ارتكبها. يعني نغير إيه؟ واجبات الموظفين، واجبات الموظفين والمهام بتاعتهم من إدارة لإدارة، أو بلاش إدارة، من قسم لقسم حتى، عشان يقدروا يكتشفوا أي أخطاء حصلت، بس بشرط لا يتعارض مع مصلحة العمل. نمرة 4 مثلا، ضرورة أن يحصل الموظفين اللي يتولوا حيازة القصر على أجازة سنوية مرة واحدة وإحلال أقارب محلهم. أمين المخزن ياخد فترة أجازة، مش يوم يومين، ياخد فترة على بعضها عشان يجي واحد بداله، عشان لو في أي عيوب أو أي أخطاء أو أي حاجة مش مظبوطة يقدر يكتشفها. وهكذا مجموعة من الترتيبات الإدارية. النوع الثاني ترتيبات محاسبية، إجراءات، مجموعة من الإجراءات اللي بتؤدي إلى فعالية النظام المحاسبي في الرقابة على العمليات. زي إيه؟ أي عملية لازم يكون لها مستند. من واحد، عدم التأخير في إثبات العمليات بالدفاتر، لازم يسجل أول بأول في الدفاتر. 3، بستخدم حساب مراقبة إجمالي، يعني حسابات المجانين ألف وب وجيم مجموعهم يطلع حساب يساوي حساب مراقبة إجمالي المجانين. 4، لازم يكون في جرد فعلي للنقدية والبضاعة الأوراق المالية، وهذا الجرد قد يكون أحيانا جرد دوري، وممكن يكون جرد مفاجئ، ونطابق نتيجة الجرد مع السجلات والدفاتر ونشوف الرصيد مساوي ولا مختلف. كل هذه ترتيبات ضبط داخلي، بس دي ترتيبات محاسبية. دي ترتيبات. طب النوع الثالث ترتيبات عامة. يعني ايه بقى حاجات عامة؟ يعني التأمين على الأصول، تأمين على النقدية، تأمين على المخازن، تأمين على البضاعة، تأمين على الموظفين ضد خيانة الأمانة، الصيارفة، أمناء المخازن، استخدام وسيلة الرقابة الحدية، يعني في سقف معين للتوقيعات، إذا المبلغ زاد عن كده تتنقل التوقيعات لجهة إدارية أعلى، استخدام وسيلة الرقابة المزدوجة اللي تقوم على ان بعض العمليات تكون عليها اشراك في عملية الرقابة. تمام يا جماعة؟ زي ايه؟ زي الشيكات يمضي عليها شخصين، الخزنة تكون بمفتاحين، كل دي اسمها رقابة. ايه؟ لو بصينا لمثال بسيط كده، ايه نوع الاجراء اللازم، نوع الترتيب اللازم لكل مما يلي والذي يشمله ضبط داخلي لتحقيق اهداف نظام الرقابة الداخلية؟ ضرورة وجود مستند مؤيد للعملية، واضح ان دي ترتيبات محاسبية. ضرورة اجراء تغيير بين واجبات ومهام العاملين، يبقى دي ترتيبات ادارية. تحديد سلطة كل مستوى اداري في الموافقة على بنود الانفاق، فتح الخزنة باستخدام مفتاحين، دي ترتيبات عامة مزدوجة، ترتيبات مزدوجة. قيام الموظف باجازة سنوية مرة واحدة وتسليم العمل او العهدة لموظف اخر، التأمين على الموظفين ضد خيانة الامانة. عايزين نبص الحل للكلام ده. بصوا معايا حضراتكم، وجود مستند اهو بنقول ترتيبات محاسبيه. طب ضروره اجراء تغيير، ترتيبات اداريه. تحديد سلطه كل مستوى اداري في الموافقه، ترتيبات عامه اللي هي قلنا رقابه حديه طبعا عشان تحمي الاصول من السرقه. فتح الخزنه، ترتيبات عامه رقابه مزدوجه برضه عشان نحمي الاصول من السرقه. قيام موظف باجازه واحده، يبقى دي ترتيبات اداريه، كنوع من رقابه موظف على اخر عشان نكتشف اي غش او اخطاء. يبقى بنقول النوع والهدف، ليه بنعمل الاجراء، نوعه ايه، هدفه ايه. عرفنا دلوقتي ان في رقابه داخليه، خطه ليها اهداف، 4 اهداف وليها مقومات. الضبط الداخلي ليه 3 ترتيبات، ترتيبات محاسبيه واداريه وعامه. طيب احنا قلنا انترنال كنترول رقابه داخليه، انترنال تشيك ضبط داخلي، طب فين الانترنال اوديت، المراجعه الداخليه؟ يبقى المراجعه الداخليه هي اداه من ادوات الرقابه الداخليه، ليها دور فعال في تطوير ومفهوم الرقابة، فهي وظيفة تؤديها هيئة مؤهلة من الموظفين في جوه الشركة
او جوه المستشفى اداره اسمها اداره المراجعه الداخليه. دي مجموعه من المحاسبين او الموظفين اللي قاعدين زمايلكم موظفين بيعملوا تقييم مستمر، مراجعه لاحقه على المستندات، الاجراءات، الروشتات، الادويه اللي بتطلع من الاجزخانه، كشوف العيادات الخارجيه، العمليات الجراحيه اللي بتتم، فتح اوضه العمليات، كل دي مستندات لازم تراجع بواسطه اداره اسمها اداره المراجعه الداخليه. بيبقى بتهدف الى التحقق من الالتزام بان المخطط والسياسات والاجراءات ووسائل الرقابه واداء الادارات والاقسام المختلفه. يبقى الرقابه الداخليه هدفها حاجتين ببساطه: الالتزام بالسياسات والاجراءات، بتتحقق من مدى الالتزام بالسياسات والاجراءات ووسائل الرقابه المعمول بيها، وتتحقق من الكفاءه وفاعليه اداء الاقسام. احنا قلنا الكفاءه يعني ايه؟ قسم، امسك اي قسم، مثلا قسم انف واذن وحنجره، الكفاءه يعني العمل بيتم بدرجه عاليه من الكفاءه، بيستخدموا الموارد والامكانيات المتاحه افضل استخدام ممكن. الفاعليه انها بتنجز، بتحقق الخطه، بتوصل لعدد كشوفات معينه بجوده معينه، يبقى دي اسمها قسم فعال، قسم فعال. يبقى علشان ما نتوهش من بعض، عايزين نقول حاجات معينه. الرقابة الداخلية ليها أربع مقومات: واحد، خطة تنظيمية، اتنين، نظام محاسبي فعال، تلاتة اللي احنا قلناها، وجود مراجعة داخلية وضبط داخلي، يعني المراجعة الداخلية جزء من الرقابة الداخلية، أربعة، وجود هيئة من العاملين مدربة تدريب كافي، حضراتكم كمحاسبين بتشتغلوا في المستشفيات، العنصر البشري الهيومن ريسورس الاتش ار، طالما انت على درجة عالية من الكفاءة فأكيد الشغل هيتم بدرجة عالية من الكفاءة. Committed of Forcing Organization، لجنة حددت، اللجنة ديت المنبثقة من مجمع المحاسبين والمراجعين الـ AICDA، في خمس مكونات أساسية تمثل الهيكل المتكامل لنظام الرقابة الداخلية، وليس لنظام المراجعة الداخلية لأن المراجعة جزء من الرقابة، ده لنظام الرقابة الداخلية الفعالة. تتمثل في البيئة الرقابية الريسك، تقدير المخاطر، الأنشطة الرقابية control activities، المعلومات والاتصالات information and communication، المتابعة. يبقى عندنا خمس مكونات أساسية تمثل الهيكل المتكامل لنظام الرقابة. أول مكون عندنا البيئة الرقابية. البيئة الرقابية، البيئة اللي بيعمل فيها. طب البيئة دي بتتوقف على ايه او بتتأثر بايه؟ النزاهة والقيم الاخلاقية، الالتزام بالكفاءة، واحنا قلنا ايه هي الكفاءة، دور ومشاركة مجلس الادارة او لجنة المراجعة في استقرار العمل واكتشاف الاخطاء اول باول. الرقابية، فلسفة الادارة اللي بتشتغل بيها، نمط التشغيل، ايه هو الهيكل التنظيمي، تحديد ونوعية السلطات والمسؤوليات، وسياسات وممارسات الأفراد والموارد البشرية. يبقى البيئة الرقابية لخصناها في سبع عناصر فرعية. تقدير المخاطر، أي منشأة تتعرض لمخاطر، والمخاطر دي طبعا لو مخاطر محاسبية وأرقام هتؤثر على القوائم المالية، وبالتالي هتديني معلومات غير صحيحة. فالخطر هنا بيسموه خطر مالي، احتمال حدوث واسباب الخواطر الماليه. هل بترجع لعوامل داخليه، عدم كفاءه مجلس الاداره او لجنه المراجعه او اداره المراجعه الداخليه، او احتمال تلاعب من الموظفين، كل دي مخاطر داخليه، ولا يا ترى هتبقى مخاطر خارجيه، ظروف السوق، المنافسه، صعوبه الاستيراد، استيراد مواد خام، استيراد الادويه، التغير في اذواق المستهلكين، ظهور تشريعات جديده، كل ده بتمثل مخاطر خارجيه. يبقى المخاطر عندنا نوعين: مخاطر داخليه ومخاطر خارجيه. بعد كده بنتكلم في العنصر الثالث، احنا قلنا بيئه رقابيه، تقدير المخاطر. طب الانشطه الرقابيه، ايه هي الانشطه الرقابيه؟ اللي هي السياسات والاجراءات اللي بتفرضها الاداره،
عشان تحقق الرقابة وتنظم السياسات بتاعتها وشغلها وتتأكد من التزام العاملين بالقوانين. زي إيه مثلا الأنشطة الرقابية؟ تقييم الأداء الفعلي، بنوصل النتائج للإدارة، فحص مؤشرات ومقاييس قياس الأداء، إدارة رأس المال، تقسيم العمل وفصول الواجب وفصل الواجبات، الرقابة على عمليات التشغيل. تلك الأنشطة الرقابية بتساعدني في إيه؟ التأكد من تنفيذ جميع توجيهات الإدارة، بننفذ كلام الإدارة، تحقيق الأهداف الرقابية الفعالة، وتقدير المخاطر ومحاولة التصدي لها أول بأول. العنصر الرابع المعلومات والاتصالات، دي في مكونات هيئة الرقابة الداخلية. قلنا بيئة رقابية، تقدير مخاطر، أنشطة رقابية، المعلومات والاتصالات Information and Communication. نظام الاتصالات بيوفر دايما نوع من الشفافية والاتصال، على أساس الإدارة كلها مع الموظفين مع العاملين كل المعلومات عندهم أول بأول، يبقى في نظام معلومات فعال ملائم بيدي نوع من الثقة في التقارير المالية، وكلما زادت فعالية ذلك النظام قل احتمال الغش والخطأ، وازدادت قدرة الإدارة على اتخاذ القرار السليم والملائمة للرقابة على أنشطة المستشفى. الموضوع هنا بيتوقف على الفئات المختلفة من العمليات اللازمة للقوائم المالية، يبقى لازم المراجع يتفهم نظام المعلومات اللي هتفيد الناس اللي شغالة. يعني لما اجي لمدير المستشفى راجل دكتور ما ادلوش تقرير محاسبي معقد لان هو مش هيفهمه، لازم اديله تقرير محاسبي مبسط فيه ايضاحات متممة، فيه افصاح، فيه شفافية، فيه وضوح. معايا حضراتكم؟ عشان يبان يقدر هو ياخد القرارات المناسبة. يبقى التقارير المحاسبية لازم توصل إلى مستخدميها ما يطلق عليها قنوات الاتصال. آخر عنصر هيكون عند حضراتكم المتابعة. المتابعة ولازم تكون بشكل مستمر، لأن المتابعة بتخليني دايما زي ما بيقولوا إيه مصحصح، عارف إيه اللي بيتم، الدنيا ماشية إزاي، الأرقام بتوصل لفين، مراقبة الأداء، الأنشطة مستمرة، رضا المرضى، رضا العيانين، رضا المستخدمين للأرقام، إدارة المراجعة الداخلية قايمة بشغلها صح ولا غلط. كل ده أنواع من المتابعة عشان نتأكد من مراجعة وفحص السياسات والإجراءات. يبقى التقارير هنا بتبقى مهمة جدا، تقارير المتابعة، ودي طبعا بتتعمل بصفة إيه؟ دورية، عشان نحكم بيها على كفاءة نظام الرقابة الداخلية الفعال والأهداف الإدارية اللي هتحققها الرقابة الداخلية، لأن إحنا قلنا الرقابة الداخلية بتحقق أهداف إدارية وأهداف محاسبية. نتعرض لتمرين دلوقتي عن قسم الصيدلية داخل مستشفى. جات بيانات بيقول لك إيراد مبيعات المرضى 150,000 جنيه، والخصم المسموح به مرتبات وأجور، مزايا عينية، مستلزمات طبية، محاليل ومواد طبية، مهمات تشغيل 15,000، أدوات كتابية ومطبوعات 6,000، تكلفة ملابس العاملين 6,000 برضك، تكلفة واجبات غذائية للعاملين 3,000، مصروفات أخرى 7,500. بصفتك مراجع حسابات، كيف يمكنك التحقق من صافي الربح للصيدلية؟ الصيدلية دي بتكسب ولا بتخسر؟ في 31/12/2018، علما بأن هناك ما قيمته 3,000 جنيه تحاليل ومواد طبية باقية، كلمة باقية يعني مخزون، مخزون آخر المدة، و1,500 أدوات كتابية غير مستهلكة، غير مستهلكة. عايزين نشوف حتة غير مستهلكة دي يعني إيه. هنبتدي نقول إجمالي الإيرادات بتاعة الصيدلية 15,000، هنشيل منها بعض الخصومات اللي عملتها الصيدلية والمسموحات 7,500، يبقى صافي إيراد قسم الصيدلية 142,500. ده الإيراد، هنشيل منه المصروفات، مش دي إنكم ستيتمنت قائمة الدخل. هنشيل الأجور والمرتبات ومزايا العاملين وتكلفة الوجبات المقدمة للعاملين، يطلعوا 40,500. في مصروفات تانية؟ في مستلزمات طبية
تحاليل ومواد طبية 6000، مهمات تشغيل 15000، أدوات كتابية ومطبوعات 4500، تكلفة ملابس العاملين 6000، وفي مصروفات أخرى متنوعة ب 7500. لو جمعنا المصروفات الأخرى هنلاقيها 43500. وبناء عليها يبقى صافي ربح القسم كله 58500. هنلاقي الإيرادات 15000، شلنا منها مسموحات الصيدلية بتجيها 7500، يبقى إجمالي الإيرادات 142500. ده إيراد، وإحنا بنشتغل في قائمة دخل يبقى لازم نشيل مصروفات. طب إيه المصروفات اللي عندنا؟ أجور ومرتبات، مزايا عاملين، تكلفة وجبات، ب 40500. طب هل في مصروفات أخرى؟ طبعا في مستلزمات 4500، وفي محاليل ومواد طبية، وفي مهمات تشغيل، وفي أدوات كتابية، وتكلفة ملابس عاملين. طلعت المصروفات 43500، دي الأخرى، يبقى عندنا 40500 ناقص زائد 43500 84000، ده كل المصروف، بس الإيراد فوق 142، يبقى الصيدلية دي كسبت 58500. في حالة تانية برضك، بيانات مستخرجة من دفاتر إحدى المستشفيات الكبرى للصيدلية فيها، يتولى تقديم أدوية ومستلزمات للمستشفى، إبداية المرتبات والمكافآت والمستلزمات الطبية وتكلفة ملابس العاملين، تأمينات اجتماعية، محاليل، أدوات كتابية ومطبوعات، مصروفات أخرى متنوعة. رجع قال لك تكلفة وجبات مقدمة للعاملين بقسم الصيدلة 6000، يتم تحميل قسم الصيدلية بالمستشفى على المرضى، وقسم الإقامة، وقسم التغذية، والأقسام الأخرى 4 حاجات بنسبة 40%، 30%، 20%، 10%. كل الإيرادات بتاعت الصيدلية للمرضى اللي تخص الفترة 67500، وليها مسموحات 7500. من فضلك قول لي أو اعمل لي قائمة لبيان تكلفة القسم الصيدلية وتوزيع هذه التكلفة على الأقسام المستفيدة اللي هم الـ4 أقسام، وتحدد لي صافي ربح الصيدلية. هنعمل قائمة دخل عادية، بنشوف المرتبات الأول، قائمة التكاليف قبل ما نعمل قائمة الدخل. التكاليف اللي عندنا هنحسبها المرتبات والأجور وتأمينات اجتماعية والمكافآت، هيطلع تكلفة وجبات مقدمة للعاملين ب 6000، كل التكاليف 36000. هنضيف المصروفات الأخرى، محاليل ومستلزمات وأدوات كتابية وتكلفة ملابس عاملين ومصروفات أخرى، طلعت 24000، نجمعها على 36000، يبقى 60000. يبقى 60000 ده إجمالي تكلفة قسم إيه؟ الصيانة. 60000 إجمالي تكلفة قسم الصيانة. يتم تحميل تكلفة الصيدلية على الأقسام المستفادة. هناخد ال 60000 نوزعها على الـ4 أقسام، 40%، 30%، 20%، 10%، هتطلع المبالغ اللي عندنا. يبقى دي وزعنا التكلفة على الأقسام دي. طيب إيه المطلوب تاني؟ يقول لك وريني صافي الربح. طب ما احنا عندنا صافي الربح عبارة عن ايه؟ ايرادات ناقص مصروفات. طب انا عندي ايرادات كانت ب 67500 وفي خصومات 7500، يبقى 60000 دي الايرادات، وتكلفة الصيدلية قسم الصيدلية بتاع المرضى هاخد اللي هي النسبة ال 40%، 24000. يطلع صافي الربح من قسم المرضى، صافي الربح من قسم المرضى اللي هو ربح الصيدلية، طلع 36000 جنيه. بكده نكون خلصنا المنهج بتاع الضبط الداخلي والرقابة على المستشفيات. تمنياتي لحضراتكم بالتوفيق والنجاح والتقدير العالي إن شاء الله. كان معاكم الدكتور عادل إسحاق، شكرا.